تتبع قناة شوف تيفي قناة شاب، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. كيف ما كتلاحظوا معنا الآن، حنا مع أسرة، مع واحد الأم اللي 5 أطفال وكتعاني مع مرض السرطان اللي مرض بيه الزوج ديالها اللي جا صدفة، وحاليا كيعانيو بزاف. وغنخليكم معايا هي اللي غتقربنا أكثر. السلام عليكم. كنشكر هاد الإذاعة، الله يجزيها بخير والله يرحم الوالدين ديالها اللي قبلت عليا وجات لعندي. وانا كنطلب من المحسنين يعاونونا على هاد الحالة اللي انا فيها. عندي 5 الأطفال العيال، عندي جوج ديالي مريض بالسرطان، كندير للطبيب، عملت له العملية الاولى الثانية والثالثة، دابا وقفوا لي. كنديه للطبيب كيدوزو ليه كيعطيوه الرانديفو، كيقول لي سير تنعس في الدار. وهذه الحاله ماشي اللي يمشي ينعس في الدار، خصو ينعس في الطبيب، خصو يعاونوه في السيرو. دابا في 7 شهور، دابا حنا في 7 شهور، باش هو مريض هيدا. دابا حنا باش هو عندي هنايا في الدار، هو كيعاني هذا المرض هذا، راه طالعه في الشهرين وهو في هذه الحاله هيدا. دابا زاد تشلل لي يدو ورجلو، واحد الصدمه جاتني للباب، بحال الهجوم هجموا عليا شي جيران، لا حول ولا قوه الا العلي العظيم. انا عاد الحاله اللي انا فيها كافيه بلا ما يهجم عليا شي واحد، راه كل واحد عنده الظروف ديالو، كل واحد الله يحسن العون حق يهجموا علي. سبع شهور هو مريض، 7 شهور ديناه للطبيب، بقى شبروه في الفراش وعملوا له العملية الأولى، صيفطوه بحاله للدار. عاود ناجحة وهي ما ناجحاش، ما ارتاحش منها، وعملوا له هذاك التيو في جنبه، بقى به شهرين هو في الدار هنايا. عاود ولا لعدهم، عاود قالوا لي داك الماء دار تعفن ليك لداخل، عاود عملوا ليه عمليه ثانيه، عاود عملوا ليه ديك التيو وصيفطوه للدار. عاود بقينا ديك شهر وحنا في الدار، وكيد عمل الدواء ما كيرتاحش، ما كيتحسنش، كيزيد مناعه مشات له مره. عاود رضيناه، عاود عملوا ليه العمليه الثالثه، قالوا ليه ديك التعفن تجمع ليك لداخل، عاود عملوا ليه ديك الشيء العمليه. عاود صافي عملوا لي هذاك ديك التيو وصيفطو. انا دابا حيدوا لي ديك التيو، دابا رانا دايره له عليه كوش هايدا محزمها عليه باش كيخرج ديك الميكرو. دابا كنجيب ليه باكيه ديال الكوش، ما كتكفانيش، عندي باكيه واحده في النهار، جوج لي كوشات. انا كنطلب من المحسنين يعاونوني على هذا المريض، يعمروني على هذه السكنه هذه اللي انا ساكنه فيها، والله يرحم الوالدين. الزوج ديالك قبل ما تصدم هذه اللي كنتي غتهضر عليها نعم، باش كان لا يوقف ويمشي للطواليت، كنت خدامه انا مزيانه بخير، ما وقفت على حاجه وما كنت نهضر حتى على شي حاجه الحمد لله. ولكن ملي جات هاد الصدمه راني يعني مرض الزوج ديالك رجعتي لي المعينه ديال الاسره، صافي انا رجعتي خدامه على العائله، صافي انا اللي خدامه بوحديتي. ودابا انا دابا ملي حبس الراجل ديالي مرض تشلل لي بهاد الصدمه هادي، صافي دابا حنا جالسين كاملين، لا يدخل علينا حتى شي واحد حتى شي حاجه. تهجموا عليكم؟ علاش تهجموا علينا؟ هذا مع انا بيدي ما فهماش، شكون هذا اللي تهجم؟ جيران مقابلين معايا اونفاس معايا، كاين جيران الله عمرها دار. بالحق هاد الجيران هادو فيهم التحقر بزاف، فيهم الاهانه بزاف، كيقولوا انا كاريه نخوي، هما بالملك ديالهم يبقاو، هما كل واحد بالملك ديالو، انا كاريه بالملك ديالي، كنخرج فلوسي، ما كنمشيش نطلب هاد الناس، ما كنمشيش نعمل عليهم شي حاجه، ولكن كل واحد ياخذ تقارو. وكان كنتمنى من المحسنين يشوفوا هاد الشيء هذا. ومشيت عملت شكايه البارح، وكتبوا لي المحضر، كتبوا لي كل شيء، قالوا لي صافي احنا نعيطوا لكم ونشوفوا هاد المشكل اللي بيناتكم مع بعضياتكم. اييه لا عملتها،
عملتها كي تحرش لي بنتي وفصل الله أكبر. كيقول يقطع ليها صدرها ويقطع ليها يدها. صرت والاس اما داكشي اللي كيقول انا ما استقبلتوش من ما تقبلتوش من وعملت الشكايه وديتها عملت بها المحضر ديالي، عملت شهاده طبيه، عملت كل شيء دي. قالوا لي من بعد نعيطوا لك. صافي عملت الشكايه ديالي البارح، دابا انا كنتسناهم يعيطوا لي. قلتي ملي غيعيطوا لك قبل قبل ما نبداو اللايف، قلتي انهم ملي غيعيطوا لك غيشوفوكم واش غتصالحوا ولا غيدفعوا لنا وكيل الملك. ايوا هيدا قالوا لي. حاليا شنو هو الطلب ديالك؟ انا كنطلب من محسنين يخرجوني من هاد السكنه اللي انا فيها، اللي عندي بيت واحد وعندي خمسه د العيال، والجوج ديالي هو قدامهم كيشوفوه. ما خدامش دابا، انا دابا من المرض جلس، دابا ما خدامينش بجوجنا. وكان عنده الضمان الشي معي خدام، كان عنده ضمان الشي معي ديالو، وضمان الشي معي ديالو كان عنده، دابا قريب يحبسوه. اللي ما فاهمش، انا ما اصلا ما قريش في هادشي، هذا ما عارفاش هذا. دابا هو يهضر على ضمان الشي معي ديالو، شنو وقع ليه في ضمان الشي معي ديالو، هو اللي يفهم شنو يقول لك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر هاد القناة بزاف بزاف اللي كتعطينا هاد الفرص هادي باش نعبروا على الآراء ديالنا، وحنا مضرورين وحنا مقصحين. الله يجازيكم بخير. كنطلبوا من المحسنين يعاونوني، راني نطلب من المحسنين يعاونوني، راني واحد الحالة لا يرثى لها، هاد الحالة زعما مؤسفة جدا. كنطلب من يعاونوني، وراه عندي غير بيت واحد انا وخمسة ديال الاطفال، وما خدامش. الضمان الاجتماعي توقف ليا من شهر 11 وهو موقف. الناس ملي كيمشيو عندي الضمان الاجتماعي كيديروا بريزون شارج، كيلقاهم داير، كيلقاهم ما خدامش. وانا دابا كنطلب من المحسنين ومن سميتو يعاونوني. الله يجازيكم بخير، يعاونوني على الدواء ديالي وعلى الطبيب، راني وقفت الله غالب. الله، ان الله لا دفعت ودفعت بيزون شارج ورجعوه لي في وجهي هكاك. دوس انا ما عنديش حق ندفع الشكاية، السبيطار اللي عنده الحق. هاديك نص نهار راه ديال كيعاونني الضمان الاجتماعي، واخا انا موقف على العمل وما عنديش موقف على العمل وما عنديش ضمان اجتماعي، ما مديكلاريش. عنده الحق يعمر لي نص نهار ضمان اجتماعي ضروري. دفعتي هذه ديال نص نهار ولا ما دفعتيش؟ دفعتها والو، مرض ما عطاوني حتى درهم. الاولى عطاوها ليا، المره الاولى عطاوني فيها 24 يوم، فات فيها شهر، وهاد هاد الشهرين هادي ما بغاوش يسنيوها ليا كاع. الطلب ديالي بغيت من المحسنين يعاونوني، بغيت من هاد الناس اللي مسؤولين يوقفوا معايا. هاد المسؤولين بغيتهم يوقفوا معايا. انا بقيت كنتخنق دابا، ورجلي راه رقدت عليا، راقده عليا ايدي ورجلي، كنمشي دابا في الكروسه.
ما عنديش فاش نمشي، كنمشي عاف الكروسة فاش كنمشي. المرة ديالي السلام عليكم. الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين. حنا عندنا بيت واحد وما عندنا لا شارجم لا والو، حنا كنتخنقوا بزاف. دابا راه باقا البروده، دابا كنكبد الهام، دابا ملي تجي الحراره هيدا فينو الشارجم لا نحلو عليه؟ ما عنديش الشارجم لا نحل على هذا الراجل. هذا هو كيتخنق لي، كنا هذيك اللي يخرج شويش كنصحيه كان اللي يخرج. دابا هو دي فيه ديك المرض، وكتجي الضيقه بالليل بديك المرض وبديك هذه الدريس ديال المرض، ما كيقدرش يتنفس. كيقول يا زهره انا تخنقت، انا تخنق يا زهره شنو يعني هذه ينفسوني خرجوني. كيقول خرجوني، كنقول ليه عبد الله راه دابا راه نص الليل فين نخرجوا؟ عندنا فين نخرجوا؟ كيقول لي لا هو باقي النهار، باقي ما ادنت المغرب، باقي ما ادنت العشاء. لا كنقول له عبد الله راه فايت العشاء دابا راه 11. كيقول لي صافي ملي 11 صافي خليني دابا في الموضع ديالي. هيدا عاوت يولي يعيط لي، كنطلب من المحسنين يعاونونا على هاد الشيء. هذا جزاهم بخير والله يرحم الوالدين، وشكرا لهم بزاف والله يرحم والديكم. للمشاهدين ومتتبعي قناه شوف تي في قناه الشعب، كيف ما سمعتوا اذا كان شي محسن هنايا واذا كان شي واحد اللي يقدر يتكفل بهم فكنتمنوا انه يتصل بهم، والارقام الهاتف هي تما مكتوبه في الوصف. بالنسبه اذا كانت شي جمعيه غاز تدخل على الخط وان قدرت تكلف بهذه السيده دو تعمل العمليه ولا تكلف بالاسره كاع، فكنتمنوا انها تتصل بهم في اقرب وقت ان شاء الله وتدخل معهم الخط. ولا اذا كان شي محامي قادر انه يشبر او بغي انه يشبر قضيه ديالهم حتى هو يتصل بهم. اذا المشاهدين متتبعي قناه شوف تي في قناه الشعب، كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينه اسطنبول.